السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو صادر من وزارة التربية توضح لطلاب المدارس. وجه وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي المديريات العامة للتربية كافة بأن الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح حول الامتحانات للصفوف المنتهية وغير المنتهية وما يتعلق بشؤونها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات، ولا يسمح لأي جهة أخرى بوزارة التربية التصريح نيابة عنها حول الموضوع. وشدد الدليمي إلى أخذ المعلومة من القنوات الرسمية في الوزارة، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم نشر الأخبار التي ترد من مصادر غير رسمية، وذلك لمنع التشويش على طلبتنا مما قد يسبب لهم الإرباك والإحباط قبل أيام من انطلاق الامتحانات التي سيحدد موعدها قريبا جدا. توضيح لهذا التصريح، هذا التصريح رد على تصريح وكيل الإداري لوزارة التربية دكتور فلاح القيسي، اليوم صرح وقال بأن وزارة التربية عندها مقترح بأن جعل الدراسة الإلكترونية للكورس الثاني، وقال أكو مقترح بأن يكون الامتحان واحد للفصلين. ووزارة التربية هسه ردت على هذا التصريح وقالت بأن الجهة المخولة بالتصريح والامتحانات هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة، يعني فقط هذه اللجنة هي المسؤولة عن الامتحانات.